توه وصل قد له 30 يوم في الخط معديك الحال جاي على رجليها يجرد معديك مسكي بس انها رجوله تقطعت من الاشواك في الخط ما نصيح عليك ما حد بزنس لبس الديك الحافي هذا مسكي. طيب اللي راسه من العويسي من انا عز الله ان انها انها ثبته ثبات حلو وين راسه عام في عويسي عان عويسي ها عام في الرسمه تعال فلاح شايف يوم خلق تعال حاضي اي بس بس اسكت حاضي لا ما بسكت لا اسكت شوف يا بيجيك الحين اللي راس من لوحتكم من مها من جمعه وين في عمان ولا هنا في عمان هني قالوا لي ترسمنا احنا قالوا لي انتم يا ام الحسا ويبي لكم هدايا لانكم رحتوا الحسا ونحسب مني من الحسا راسمين ومطرشين يوم دخل داخل قالوا لي انت كيف تقول من الحسا قلت وش درها انت قلت قالوا من عمان الهديه تنك من عمان الله يبيض وجهها مها طيب بس ايش رايك في الرسمه نحتاج جيبها ما شفناها طيب بحطها بس كيف ها خلي فلاح بن فراجي خلي فلاح طيب لو برسمها في عمان واجيبها كم يبالها ها اخوكم عايش طفولته الحين ان شاء الله نكلم عاي وعيد عيال فراج ان شاء الله تجينا رسمات كلنا شفت اللي يمشي حافي يمشي حافي يدور حافي ويلقى حي الله نعمله يلبسه قدك تمشي زي الديك الحافي يا عويسي حافي ها تمشي مثل الديك الحافي يا حافي والله ما حد ديك غيرك لا انا ما قلت الديك ما قلت الديك هدفتها ما قلت الديك شرايك والله فنانه بس انها الصوره زين منك على الطبيعي ترى طباعه كمبيوتر الصورة زين؟ اي أيوة. والله عادي بس لها ما الناس يشوفوني كذي انت الله يسامحك يا بنت جمعه ما جابت الضربه اللي هنا ليه ما سويتها؟ كانت ضاربه فيه الشمس الضربه اللي هنا ما بينت عنده في الصوره كان في شمس ضاربه ما بينت الصوره ما بينته كنت ارافع شوي لتحديد اللحيه عرفت؟ غطيته نعم رسم كمبيوتر ترى نعم. يا الرب مو رسم يدوي محمد خوينا العويسي كمبيوتر رسم كمبيوتر وليس يدوي بدري عليك بدري عليك بدري عليك يا حبيبي والله اني اعرف في الرسم ها المهم بيض الله وجهه لا, لا لا ترتيبها عدل بيض الله وجهه خلاص اي بس ما هي رسم يدوي كمبيوتر انا كنت حافي مثل الديك الحافي والله